السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هلا إن شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال تسمين الأرانب في وقت قياسي، يعني الناس اللي بغاو يسمنوا الأرانب ديالهم أو بغاو يشريوا أرانب كما قلت في واحد الحلقة، بغيتوا تشريوا أرانب من السوق وتعاودوا فيهم البيع يعني كمشروع، ممكن أنكم تستعملوا هذه الطريقة. هذه هي ماشي غش، هي يعني نظرية كاينة أنكم ممكن أنكم تديروا الأرانب ديالكم واحد الطريقة أنهم يسمنوا بسرعة، وممكن أنكم تعطيهم غير الخبز جاف في عوض السكاليم، لأن السكاليم كيطيح شوية غالي. بالنسبة لهذه الطريقة وهي كالتالي، أنتم ممكن أنكم تستعملوا الحلبة، أنا دايرها في القرعة هذه، هي الحلبة معروفة، ممكن أن غير درهم يعطيكم واحد الكمية ولا جوج درهم يعطيكم واحد الكمية. شحال في حق الحلقة اللي درتها على حسب واحد السيد، وبزاف ديال الناس اللي هضروا لي على القضية هذه، اسمهم المقادير وكيفاش نستعملوا الحلبة في تسمين الأرانب. إذا الطريقة هي كالتالي، ممكن أنكم تجيبوا لتر ديال الماء، قرعة ديال اللتر كما بغات تكون، وتجيبوا ملعقة صغيرة ديال القهوة، ملعقة صغيرة. الطريقة هي كالتالي، أنكم كديروا ملعقة صغيرة في يطرو ديال الماء. الناس اللي داروا الحلبة غادي يلاحظوا أن يعني الريحة ديالها كتبقى تبدل كل ما حطيناها في يعني خليناها مدة أطول. الطريقة وهي كالتالي، أنكم ديروا يطرو ديال الماء وديروا معاه معلقة صغيرة ديال الحلبة، وتكبوها الأرانب ديالكم في إما في الطاسات، أو الناس اللي دايرين الشرابات ممكن أنكم ديروها لهم في يعني في البيدو الكبير اللي كديروا فيه الماء. منين يدوز النهار الأول تخلصوا من هذاك الماء، لأن قداش الماء كان خليتوا الحلبة في الماء يعني الأرانب كينفروها. علاش؟ لأن كتلق واحد الريحة كريهة أولا، خصوصا في فصل الصيف كتلق واحد الريحة، يعني الأرانب ما كيبقوش يشربوا الماء. الناس اللي عندهم يعني البيدو الكبير يحاولوا انهم حتى هما يتخلصوا من هذاك البيدو يوميا، يعني ترميوا هذاك الماء، واذا لاحظتوا غادي يعني اللون ديال الماء كيولي اصفر. ملي تشوفوا اللون ولا اصفر، يعني حاولوا انكم يعني نتوما بدلوه من نهار، كل نهار ان شاء الله بدلوه، حاولوا انكم تبدلوا يعني هذاك الماء ديال الحلبه، حاولوا انكم تبدلوها. انا بهذه الطريقه انتم كتشوفوا الناس غادي يسولوني واش الحلبه بلديه ولا الروميه، ماشي مشكل، غير تكون حلبه وصافي، لان كاين الحلبه البلديه هذا بهذه راها الحلبه البلديه، كتكون رقيقه واحد شويه. ثم هذه الطريقه سهله، كديروا هاد الكميه هكا، معلقه صغيره كديروها في لتر ديال الماء، وكتبقاو تبدلوها كل نهار، لان قلت لكم اما الى خليتوها كيتبدل اللون ديال الماء كيولي اصفر، ومع المده كتبقى تطلق كاع النباته ديالها، يعني داك كتطلق واحد بحال نقولوا بحال اللي كتبغي تنبت في وسط الماء. نتوما استعملوا لهم الطريقه وبدلوا هذاك الماء يوميا لمده 5 ايام. ملي تكمل ديك 5 ايام تسناو واحد لا 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 يعني 10 ايام اخرى، وعاودوا عاوتاني الطريقه 5 ايام، وهكذا دواليك ديما. ملي تفوت 10 ايام ديروا 5 ايام اخرى، يعني حتى غتلاحظوا ان الارانب ديالكم سمو كيوقع انهم كيوليو يبغيو ياكلوا بزاف، كيوليو يعني اي حاجه كتحطوها لهم كياكلوها صيف والشتاء. ملي من احسن ديروها لهم في فصل الشتاء بزاف، لان هي كتسخنهم اولا، الحلبه كتسخن، وفي نفس الوقت كتفتح لهم الشهيه، هي فاتحه للشهيه 100%، وفي نفس الوقت كتسمنهم، كيوليو غلاظين وكيربيو الشحمه، وكي حتى الحجم ديالهم تبارك الله كيتزاد. يعني هادشي اللي خاص يعني اللي كيقلب عليه كل مربي، ان الارانب ديالو يوليو صحه جيده ويكبروا ويسمنوا. انتم تبارك الله هاد الذكير هذا راه كان صغيور واستعملتها له شي ايام، راه ولا دابا تبارك الله مزيان، حسيت به تبدل في صحته، دعيو معايا انه يكبر ويولي مزيان، عنده شهرين ونص راه تبارك الله جايب ميزان مزيان. اذا هذه هي الطريقه اللي قلت لكم خصكم تبقاو ديروا، وهي
نعاودوها مع مع معكم، لان شحال من واحد يعني قال لي بالضبط شنو هي الطريقه. الطريقه هي معلقه صغيره نديروها في ليتر ديال الماء، ليترو ديال الماء، نكبوها لهم في الطاسات من النهار النهار كل نهار، يعني درتوها لهم في الصباح الغد ليه في الصباح عاود حيدوا هذاك الماء، تخلصوا منه وديروا عاوتاني ماء ماء اخر لهذا الشيء لمده 5 ايام. منين تكمل ديك الخمس ايام صافي قطعوا عليهم، صبروا واحد 10 ايام اخرى وعاودوا لهم نفس الطريقه، وهكذا هكذا دواليك. واحد النهار غادي تحسوا بالفرق بانهم ولاو في صحه جيده، ولاو كياكلوا مزيان، اي حاجه كتعطيها لهم كي هي فاتحه للشهيه، حل بالك كتفتح الشهيه في نفس الوقت كتعطي الميزان. الناس اللي بغاو الارانب ديالهم يديروا الميزان، يعني ممكن انكم كما واحد الحلقه راني هضرت على هذا الموضوع، تشتروا ان ارانب من السوق وتخليهم عندكم واحد المده، واحد نقولوا واحد شهر، راه الا عطيتيهم الحلبه راه كيوليو تبارك الله بصحه جيده، انتم ربحتوا الميزان. وممكن انكم في العوض ما تعطيهم السيكالي، ما تعطيهم غير خبز جاف مطحون يبقاو ياكلوه. بحال دابا هذا الارنب هو حاط له الخبز جاف نتوما، راه كانت الجهه عامره دابا راه كلا راه مزيان. انتم كما كتشوفوا هذا ذكرته هو راه ما خلا والو، حتى هو تحط له الخبز جاف راه كلا. انتوما كيخلي السيكاريم وكيمشي للخبز الجاف، انتوما كانت واحد الكميه هنايا راه تبارك الله راه واكل. اذا هذه هي الطريقه اللي ممكن انكم تستعملوا بها هذا الحلبه. غير تفكروا خصكم تخدموا مزيان مع الارانب ديالكم، لان ما تخليوش الحلبه تبقى يومين ثلاثه، راه ممكن ينفروا هذاك الرائحه ديال الحلبه، كتطلق واحد الرائحه كريهه. من الاحسن حيدوا لهم الحلبه، هذاك الماء ديال الحلبه حيدوه بدلوه واعطيهم ماء اخر. وحبذا لو تزيدوا على هذه الحلبه يعني كمضاد حيوي، تزيدوا عليها واحد فص ديال الثوم، فص ديال الثوم غير واحد فص واحد، تقشروه وترميوه لهم تمايا مع هذه الحلبه. هذه راه غادي يكون مفعول ان شاء الله قوي وقوي بزاف، وغادي تحسوا بالفرق، غادي تحسوا بالفرق ان شاء الله. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. وهاد الحلقه في الحقيقه راه مهدات بزاف ديال لي كومونتير اللي جاوني، قالوا لي ديرنا حلقه على الحلبه، هنا درت لهم حلقه على الحلبه. يعني كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، وتكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.